هي شي خراشي بصح كيفاش نجي وانا عميت لها جدا انا طايح في المعاصي ليل ونهار كيفاش نجي وكيفاش ندير مع ربي وانا الملفات نتاعي كلها سوداء والسجلات نتاعي راهي مليئه بالحرام والفواحش كيفاش ندير ارواح اقبل مع الذنب مع الذنب والمعصيه والمخالفه اقبل فانه لا يردك قال الله تعالى اغفرها لك ولا ابالي اسمع الخير اسمع شوف هذا الخير هذا اغفرها لك يعني مهما جئت المقدار نتاع الذنوب هذا بلغت ذنوبك عنان السماء السحاب الذي في السماء ثم جئت تائبا مستغفرا منيبا غفرت لك ولا ابالي قال احنا درنا والشجرة هذه هزها الريح لكننا جئنا إلى الله والباب شيخ عبد الرحمن الباب مفتوح ادخل ادخل مع الداخلين مع التائبين لا تتأخر وما تلقاش واحد يقول لك وراك رايح استنى هات بطاقة ونحكم لك موعد ومن بعد نشوفوا لا يستقبلك ولا لا لا هذا عند بني البشر أما الله جل جلاله ولله المثل الأعلى سبحانه عز وجل قلت يا ربي قال لبيك إن الله يبسط يده بالليل يا وجه الخير يبسط يده بالليل ليتوب أنا أنت ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل المهم ارواحه برك ارواحه ارواحه نرجع الى الله فقلت استغفروا قرأوا قرأوا معي قرأوا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا بدل المبالغه انه كان غفارا ارواح ادخل الباب وأقبل عليه بصدق وبنية حب وذل خوف ورجاء ادخل ادخل والله يا العزيز إذا ما دخلت أي البشرى الأولى فإنه يفرح بك هذه الأولى إذا جيت والله غير يفرح بك وش راك داير وش ارتكبت وماذا فعلت لكن إذا جئت تائبا فإنه يفرح بك ورايح نصور لك هذا الفرح في هذا الحديث الصحيح وش هو هذا الحديث عندنا راجل عنده ناقة دابة فيها الأكل وفيها الشراب وفيها المتاع نتاعو مشى بها في أرض فلات أرض خالية القصجرة استظل تحت ظلها والناقة نتاعو سيد ربح الأفيا دار هكذا افتح عينيه ما لقاش الناقة وين قلت لك في أرض فلات ما كاين حتى واحد واش شاف الانسان هذا يقول لك خلاص راح نموت ما كاين حتى واحد والماء والطعام والزاد نتاعي كان في الناقة والناقة ضلت راحت بعد مدتين ربي عز وجل ينعم عليه بنعمه واش هي انه وجد ناقته لقاها لما لقى الناقة كيفرح فرح 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 هذاك الفرح لما امتلكوا وصلوا لهنا حبي عبر عن الفرحة نتاعه وش قال قال الله هل كلمة اللي كان يقول الإنسان يكون يمشي في طريق يقول راه كفر بالله فصاحبنا ما كفرش لما غمرته الفرحة وش قال قال اللهم يكلم في ربي يقولوا اللهم
أنت عبدي وأنا ربك. تعرف علاش وصل لهذا الحديث؟ الفرحة، الفرحة شلك من الموت. اللهم أنت، أنت عبدي وأنا ربك. يقول هذا الكلام لله عز وجل، إنها الفرحة غماته لا يواخر. ربي لما تجي إليه وتوب إليه وتعود إليه، ربي يفرح بيك أكثر من اللي فرح هذا الرجل بناقته التي ظلت وثم وجدها بعد مرهة من الزمان. لله أشد فرحا بتوبة عبده، يفرح بك إذا تبت. نزيدك واحدة أخرى، سي محمد دناوية قاعدين في المقصورة يكلمني ونكلمه، وبعد أن نقول لخويا محمد نقول له شيخ محمد البارح راني كنت مع الوزير في المكتب نتاعه وذكرك بخيرين. وأكثر من ذلك يا شيخ محمد، الوزير يوكن لك محبة خاصة. محمد أخويا محمد يكون قاعد يشوف فيها هكذا، غير نقول له اسمح لنا بركة، غير نقول له والوزير يوكن لك محبة. أخويا محمد يقول لي كيف محبة النهر يشعر في نفسه بشيء. يا العزيز إذا تبت الأولى فرح بك، والثانية يحبك. وشكون كيما أنت إذا حبك ربي ما تدفع فيها لا سوارد لا فيزا لا رشوة لا تتقرب من فلان بطرق ملتوية والو. تائب توبة صادقة يحبك. شيخ رشيد هذه جيت من العاصمة ودرست النوع، عليها دليل، هذه عليها أدلة. من جملة هذه الأدلة قال ربي في سورة البقرة والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحبك ما سعدك، وإذا حبك حياتك تتبدل 380 درجة. أنت كنت هكذا مختار ولا محمود ولا ياسين ولا كنت عايش على واحد النمط. لما خليت هذه المعيشة وفتحت الصفحة الجديدة والعهد الجديد مع ربي تبدلت حياتك الداخل، تشعر بواحد شيء ما تحسه غير انت، وصباحك ولا واحد اخر، ومساءك ولا واحد اخر، والدار ولا حياة واحد اخرى. شغل انت كنت عايش في كوكب ودخلت كوكب واحد اخر بفضل ماذا؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين.